والحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ديترويت المستشار القانوني لاتحاد الكرة الدكتور نزار أحمد. دكتور نزار، ماذا تنص تعليمات الفيفا في مثل هذه الحالة؟ وهل للعراق الحق في اختيار أرضه المفترضة؟ أهلا وسهلا كابتن حسام. بالنسبة للقانون الاتحاد الدولي المتعلق بمسابقة كأس العالم، نعم، يعني اختيار الملعب ووقت المباراة حق مدخول البلد المضيف، يعني بالحال العراق. واثنين، قانون كأس العالم يعطي للاتحاد القاري مسؤولية الإشراف وإدارة التصفيات اللي يعني تصفيات القارة. طيب لماذا لا يحق للعراق ما يحق للآخرين؟ للمرة الثانية يعترض الاتحاد السعودي ويستجيبون إليه، هل هي أزمة علاقات مثلا؟ يعني خليط سوء علاقات، وبالإضافة أكو أمور أخرى، يعني أكو اتحادات بالاتحاد الآسيوي، نعم، أنه عدها تقل أكثر من الاتحاد العراقي وعدها تأثير على الاتحاد الآسيوي أكثر من الاتحاد العراقي. طيب بعد ما أغلقوا معظم الأبواب، ما المطلوب عمل الآن لتثبيت حق العراق في اختيار الملعب اللي يريده أسوة بالآخرين؟ ايش راح تسوون؟ لا مو هي يعني مو هي أنت عليك شيء واحد، يعني يعني قانون الاتحاد الدولي كله صريح، يعني يقول إذا الأطراف المعنية ما اتفقت، اللي هو الاتحاد العراقي، الاتحاد السعودي، الاتحاد الآسيوي، وهذا الموضوع ينطرح على اللجنة المنظمة لكأس العالم، واللي تقرر بالموضوع وقرارها نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف. لذلك غدا سوف يرسل الاتحاد العراقي طلبا رسميا الى اللجنه المنظمه لكاس العالم بس بالموضوع. طيب دكتور نزار، ليش الفيفا والاتحاد الاسيوي وافقوا بالاول على اختيار العراق لايران كارض مفترضه والان يرفضون؟ وايضا مجموعه ايران اللي راح تلعب وياهم كوريا وقطر والصين ومنتخبات اخرى راح ايضا تجي تلعب بايران، شنو الفرق يعني بالموضوع؟ يعني مجرد اعتراض السعودي، يعني القرار مع الاتحاد الاسيوي اولا قرار خاطئ كليا، لان اساسا الاتحاد الاسيوي ما عنده صلاحيه البت بالموضوع. نعم. ثانيا الاتحاد الاسيوي بعد السحبه وضع ثلاث شروط صراحه تعجيزيه، وكانت مصممه خصيصا لمعالجه مشكله العراق والسعوديه. يعني الشروط الثلاثه اللي وضعها الاتحاد الاسيوي وضعها بعد ما اجرت السحبه، وبعد ما عرف بانه العراق والسعوديه بمجموعه واحده، وبعد ما عرف بان السعوديه ما تلعب ويا ايران، لذلك وضع ثلاث شروط، وهاي الشروط يعني موجهه مصممه. اذا هي العلاقات ايضا والتواجد. نعم، هل 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 من الافضل للعراق الان انه يروح لمحكمه كاس مثلا، محكمه كاس ويشتكي له ينتظر ماذا سيثفر عنه؟ ايش راح تسفر عنه؟ لانه قرار الاتحاد الاسيوي مو قرار نهائي، انت تقدر تروح بمحكمه الكاس الا عندما يكون القرار نهائي وتستنفذ كل الوسائل الداخليه. وايضا اذا تروح لمحكمه الكاس تشتكي على اليمن، تشتكي على الاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي ما عنده صلاحيه، الصلاحيه تابعه للفيفا. لذلك الخطوة القادمة أن تقدم تظلم للفيفا وتطلب من الفيفا أنه البت بالموضوع. نعم. طيب من ديترويت المستشار القانوني لاتحاد الكرة الدكتور نزار أحمد، شكرا جزيلا، نتمنى أنه يرجع العراق حقه في إقامة المباريات في المكان الذي يرغب به. إنه لقاء القمة الذي جمع فريقي الشرطة والميناء على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية، والذي استأثر باهتمام الجماهير الكروية الكبيرة التي حضرت الملعب. حسابات التأهل دفعت الأزرق والأخضر للعب بحماس الفوز، لهذا استمر الجدل في الهجمات خلال الشوط الأول من المباراة إلى أن حسمته كرة مهدي كامل بإحرازه هدف السابق لفريق الشرطة. لكن فرحة الشرطة لم تستمر كثيرا، فقد عادل السفانة النتيجة بضربة جزاء سددها اللاعب محمد شوكان. البلد الذي تقام فيه مثل هذه المباريات وهذا الجمهور لا يستحق أن يفرض عليه الحظر الكروي. هذه الرسالة للفيفا. الأخبار الرياضية انتهى، شكرا لكم، عودة إلى زينة وما تبقى من نشرة أخبار العراق اليوم. شكرا حسام. شكرا.